لله رب العالمين وصولك فلز مازوت والسعر 25 ألف ليرة سوري للبرميل. داعش علينا طريق دولة إسلامية توفر عنا المازوت، كان سعر المازوت ما يقارب ال 400 450، رجع لل 150، من ال 400 لل 150 توفر الحمد لله ورجعت الأمور على مسراها. أهل المشاريع والاشتراكات بقاني خليهم يشغلونا هالاشتراكات بدل الساعة 5 ساعات 6 ساعات، كان اخر يوم ب 400 شهر وساعة يرجعوا 8 9. العالم بدأت تشرب، بدأت تغسل، بدأت تمشي. الحمد لله توفر عنا المازوت وتحركت عنا حرب الثوار عنا هون في قرية معصران، والحدادين كما كلها كانت واقفة حركتهم، والحمد لله المخارط اشتغلت وخطائف الجهنم نزلت على الحواجز، كانت نص حركة الثوار عنا واقفة، ما تحسن تتحرك خالص، ما تحسن تعبي مازوت ولا تقطع جبهة. وقفت عنا حركة القرداحة وفي سهل الغاب تحركت، توقفت حركة الجبهة كلياتها من أجل المازوت. الحمد لله حاليا توفر عنا المازوت والشباب الحمد لله الآن عم بيهيئوا بيطلعوا على الجبهة إن شاء الله، إن شاء الله في عمل على الجبهة بسبب توفر المازوت عنا. اليوم الحمد لله مادة المازوت توفرت بأسعار ضئيلة وإن شاء الله بكرة للأحسن. يعني اليوم 90 ليرة نزلوه، بكرة بإذن الله راح ينزل 60 ليرة 65 ليرة. هل المبيع هون؟ المبيع هون بالمية، أقل شيء 100.